صاحب توجد لي وكم معشيق ضل وكري ويبان مجمعهم عامر برات الضحى ديرات القوم والطير كيف حوت ومشرح يجري على صنانه وهكذاك صحابي داروا جميع بالكاف ومصبحت انا لا مال لا مراسل ملقاني من عشراني يهز لي الراس طول عمرهم ما كنا ولي بالاسم حماد وراني انا يا رجال المكناس شطاري بحمامهم يا اهل القرايب هذا الراجل كان بحرفاي وما خلحت الموضوع اللي ما تكلم فيه توسل ربنا وصلى على النبي الشافي في قصيدة صوفية الشافي بحكمتك حال كل مضروب شفيع لي ذاتي من تلوجع تبرى طهر داخل قلبي من جميع الكذوب كيف طهرت قلوب تطهر البشرة حاسن الدنيا حجروها بغيت النور حين غنمو فوجاه سيضر صندرة ما ندعيتنا للصلاة في كل جمهور عليه صلاة الله والرضوان على العشرة والعمام والنصار مع الزواج البدور وقلبي تلال نمشرف الزهرة الصلاة والسلام على النبي المبرور عذاب ما خلق الله مئات ألف مرة وأكبى قال ولي الله على فراق المحبوب كيف واسي الفراق محبوب ومقابل أعقال لصاد فيه أنا كيف جزاني حبيب قلبي ما خلا غير صوته والعدو وخياله أنا لا عمري نضل زين بالغدو بحاله كيف واسي الفراق وقابل عقال فصار فيه على كيف الجبال حبيب قلبي ما خلى غير صورته والعتوق خياله أم لا عمري برزين وبدور حاله وقالوا هو كيف تعطف عطفك يا ملكي بعبدك وعطف يا ساب غنيام يبدر النظام والسام يهديك الله لا تعتم قلبي قصيت مكفى انت الموصوف بالمحاسن وانا المولوع بالغرام وعييت من لازم السهام اما بردت من جمار في قلبي موحال تنطفى قلبي موحال تنطفى ساهر الليالي ودموعي حايفة سجام نبكي ونوح في الظلام على محبوب خاطري من جار عليا ولعبة من جار عليا ولعبة يمتى يا مالك نشاهد خدك يضوي على الرصام ما بين محافل الريام ونقول بريت من علالي ونسيت محاين جبا أرغم وتجلم لح فيا تحين غير بسلام وتراعي سيرة ذكرام لاخر في من شفا حبيب وغدر بعدلم والفا وغدر بعدلم والفا أرغم وتجلم لح فيا تحين غير بسلام وتراعي سيرة ذكرام لاخر في من شفا حبيب وغدر بعدلم والفا وقال قصيدة الخلخال يا من هو فالهجرة فريد تايه باكي شاكي هميم مجروح بحالي وقت ما شاف الزين ورقته تصفر وتذبال حضر بالك ليا وكون عايق فايق وصغان عيد لي شايم جرالي عندي خنار هو غرامها ساكن لي للخال هادي مدة وريم هاجراني من غير سباب
احمر سمين منها خالي واليوم هداها رافع اسماء الجليل المتعال زارت مرسمي بكمال زينها وتشفى بعد السخام ذري وهوالي وتسلينا صاد سلطني ما بين الحال مهما ودعت الريم شق شوقي متل سواق هواو من دمع نجالي يوم توداعت مع الغزال مدت لي اخو الخال قالت هذا امانه يا حشي حضي غوصون وجدو يوم وصالي تمكتو بيدتو على رضا اتوضار ونشال وبعد ريشة الزبا في مكتوب يا بدين درتو شالي كيف نحو الى السالي مولا تاخو خالي الحراس واش عندكم شي ما يتقال على الحراس الحراس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مفارق القلوب واش تشوفنا بالله عليكم يا الناس كان الغزال فيكم هجرني ولا حل مني حرق قلبي من بعد ما كنت هايم تهواه وقبلت نكون لي عبد مشرط الحناك على طول زماني لكن غدر لي وهرب عني ولا خلاني خبر من موراه اش من ذنب عملت ليا هذا راجل على شجرك كان ذنبي هو عشقي وغرامي كان ذنبي هو اخلاصي ليه كان ذنبي هو حبي وهيامي كان ذنبي هو تعلقي به ولا قبلت نفض الحد في الناس عليه هذا هو ذنبي وهذا هو سباب عشقه ليا كنت قبل ما نعرفه عايش مني في عزي وبلاكي وقصوري وغنايا ونهار عرفتو طار النوم من عيني هاي لو كان شفتو يا سيدنا لو كان شفتو محاسن وجهه وشفر عينيه لو كان شفتو قدوه وجمال صورته كان من الهلا عنايا يكوي كل من قرب ليه سبحان من خلقه نهار ملكتو عندي نهار ملكتو كتروا لي العديان وصبحوا حتى حبابي تيحسدوني فيه كنت نغير عليه من طير الى طار لكن رغم شطارتي وحيالي ما مشاو العديان حتى خداو ليا وهربوا ليا بيه شكون هرب ليك بيه ولد ساعته رهطين ولد ساعته رهطين كان كل مرة تيحوم عليا كل مرة تيجيني تشكل مرة جاني بسيفت والي فقت به مرة بسيفت تاجر تاجر عرفته مرة في صيفت وصيف مرة في صيفت فقيه مرة في صيفت متسوف وكل مرة تلقاني عارفه جاني واحد المرة متنكر في صيفت واحد صيفت يبيع القرعة تخلو فيند وعرفته كل مرة كيجي تلقاني وقف مبداري حاضي وكريك الأسد هيهو ما يزمروا بالزمارة وطبلوا بالطبال ولا ادوا مني لحق ولا بطل انا غواني محبوبي ودار لي محبتو ليا هنا يا حبابي من نعمت بصاري تقتبي يندمتي اللي ما عدمت ذاك اللي كان بلا خباري تيعطف عليه راك حياتي قلنا هذا قلنا شكون انت انا اللي خاب لي ظني في الناس انا اللي هجرت وكريت اش عملوا لك الناس قصتي طويلة فيها إفادة العارفين بالعقل والفهم يوافدنا معك غادي نحكي لكم قصتي غادي نحكي لكم قصتي وانتم حكموا شوفوا اش الحق معايا او معاه كنت متوالع بالزين والجلسات بين الريام حتى النهار جا عندي عثمان جاب لي بنت ما ندرت مثلها في هذا الزمان بنت تقول الشمس ضوي او ندوي ويشها كانوا عندي زوج ديال المتعلمات زوج المتعلمين يا ربي امي كنا الشهاده ردي الاولى زعما الاولى وكانت كل نهار خرج فاطمه الخديمه الوصيفه هي مولات الخال تفليها الورد والريحان على كل الالوان وفي هذا الوقت انت كنت حاضر معاهم انا كنت في قلب الدار اللي كنت على بر ما توقع لي شي هذه المصيبه يوا دخل قلب دارك وخلينا نشاهدوا اصبر شوف
تحت ما كان غير حارس واحد فين ولا خور فك فين مرزوق قبل ما جاش معاك مرزوق ما قبلش يجي معايا ما قبلش يخدم معاك ما رضاش بقى يكون عبد ديالك تيقول لي غير يوقف النقد تما هاد الناس نعملوا لهم هاد التمثيل ونمشيو بحالنا ولو غير في التمثيل قال لك الله خلقو حر خصو يبقى حر راك عارف كيف كان معاك كان الكافر بالله كيقلب غير على الفرصه باش يقلبني كان ما تيحملنيش يا وليدي هاد التضحيه وكنت مفضلو عليا من قلت عقلي يا وليدي من قلت عقلي كان تفكر شو العجينه ياك فكر شو العجينه الحق نهار نلقى ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتخلص من ها هو انا مرزوق مرزوق اجق هنا مع صاحبك واش غادي تمثلنا هذا القصه ولا لا ما فر علينا مازال يلا سيدي بسم الله واش كلكم مستعدين مستعدين سيدي مستعدين هذه فاطمه لصيفه هذه ياك يا الفعل قرطي تحت انت من تحت لتحت وهذه البنت مسكينه مالها ما كتكلم ما كتهضر معاك شنو يا وشه وش كنت مال عليها تتكلم مع الناس لكن الله ينجيك الله ينجيك من السكته الى دوات يلا سيدي الوقت بدل تيفوت اليكم قصه الحراز وما جرى له مع عويشه الدرويشه الحراز وما جرى له مع المتعلمين الغدارين الحراز وما جرى له مع محمود الكافر بالله الحراز وما جرى له وما جرى له مع عثمان المنافق المفسد انسان يعيش في اللهو والزهو اضحك مثلا زيد كتمت قرحتي وصراري وطويت عن جمار سكاري وجلست نخمم وحدي ونقول اش نعمل مع الحراز واش من حيله تنفعني معاه حرز عني توكت البيا شمالي زين السميه وحجبان عيون غيرو وجلس حاضع الدوام وتركني نشكي غلظة في القلب والعروق كل من شاف خيالي يقول هذا ماله جنون او الهوى السوق وهالغرام عرفوا حالي من غير الدين حراز وقيح يا الفهم قلبو صفوان ما شفت من حالي لكن بالحيال نخدعو هانت الكمود سرح عيني عمي عثمان ما كتبش علينا قصدنا المكان بدون ما يشعر شفتي الحيل احسن من العار لو كان دابا انا ما تشلمت عليه وبنتي محبتي فيه لو كان احنا دابا باقيين تايهين تنقلبوا على عثمان في مخبي عوجه خيرك عبد الله ما ننساه ولا مشيت حتى ضبط محبوبي ما يخصك حتى خير معايا دابا خصنا كل خطوه عملناها نحسبوا لها 1000 حساب وحتى تسلو الشوكه بلادي خصنا نوهموا داك التعب ديال عم عثمان بلي انا صديقو وما كنجدير ليه غير في الخير وهذا الحراز خليني نتشاق لك مع الحراز اجيني غادي غادي نكلمها كيفاش غتكلمها وهي محصنه محطيه ولكن راه قدامي عبد الله قدامي بالحمها وبدمها قاعد عساس هذه لا تنساهمش من بعد راه ما قدامك دابا مراد غير فيك الحماق درب الحجر يلا نوجدوا شغلنا غادي نمشيو اسيدي دابا من قال لا ما مو حمله امتني ولا قرا من رجلي راه دمت انت عقلك مخطوف رجع على قلبك لا لا وسيله هموم وحملي تقال عليك عطيه لي انا ومالك الا لا انا عارفك خايفه لي يكون عمك عثمان جايبك لهنا باش يجوج ثلاثه الحرز بالحق الحرز ماشي حمق تيطلع فيك وانت مازال صغيره الا كانوا غير تحرميت الحروب حروب سمك والله غير هما وجاوبني اللي تخليش بوحدي كنتكلم ما عنديش هو السلام ما في الصراحة في مقامي فقط حبيبي دون سلام الناس سبوا بعدامي ما بقيت لا في أقوى ولا منام بعد ما راح من قدامي لا شرابي دود ولا طعام حتى صرت الحيلة مسخامي حسن عوانك لالا قلب العشيق وما يقاسي يكون غير لقينا شي حد لي يعلمنا الحمود فين حنا أنا شنو شغلي ما خلقني الله غير باش لا كنقولو وقف وتبت محلك الا تزيد خدم نطير مخك شكون انت ومنين جيتي واش جابك لهنا واش بغيتي ياك ولدي على الهضره بالشعر والقافياتي اسمع نصيحتي هذا وتف حالك قبل ما تندم وتبكي فيك عيال امس الخير القمر زين في البطور مرزوق عبر عليك لا عليك بالعالي امس الخير سميت الشياطين بارك الله على فتح مرزوق زياده السوق تريك في الفخر المسحوق فين واسيكم فين واد الحراز سيروا كلموه قولوا لي راه واحد السيد جاي يشوف انا الحراز مو سليمان تحرك من رصامي حتى انا الحراز مو سليمان تحرك من رصامي يلاه يهنيكم انا رخت عليكم لي سيرتي اخبار بلي انا جيت لعندو وما علمتوش ويتخلص منكم وكيف نعملوا مو سينا نحرسوا لا لا عويشه لا بذكر سميت عويشه على فمك دابا يسمع سميت عويشه ومشي يقول له ما سمع عويشه وسيروا كاع نتوما بزوج كلموه باش ما يلوم على حتى واحد فيكم وهذه البنت هاني حاضيها هنا حتى ترجعوا الحق تكون على بال الحراز ما بغى حد يقرب انا هنا غادي يقرب هاشي غاشي هنا
عداو المصائب الكبرى. يسعد وقتك لله وشا. يسعد وقتك سيدي. تبارك تعيش يا لله وعيشو مثلك الباهيه. يا هاد الغزال الشاركي حداك شكون هي؟ هاديك غير فاطمه بحال اختي. سبحان الله حتى انا محمود بحال خويا. محمود اسمعي وشا، انا اسمي عبد الله وعشر ايام هادي وانا ومحمود كنقلبوا على عمك عثمان فين مخبرك، واليوم عاد عرفنا بلي جابك لهنا ومراتو يزوج في هاد الحراس. ولي 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 وحدي انا غادي نهرب لهم كاع ونتهنى. الله الله كنقبوا عليك البيبان. ودابا شنو نعمل؟ مراتنا نبعدوك من هاد الدار. عمك عثمان راني كذبت عليه حتى في شالي بصرارو ولا كيعتبرني صديقو. ومحمود فين هو؟ محمود موجود. عبد الله مسكين حتى هو موجود، انما انا حير ما عرفتش باش مطريقه غادي نجعل هاد الحراس يثق فيا ويقرب لي ليه. هاكا دخل خالد عملي في جيب كراتي للحراس، كان عنده بغي هديه لالا عويشه، وإذا أنت قتلتيه ليه يقدر يقرا فيك الأمان ويجعلك من حبابه. معدي ما يتساكى فاطمة، ولكن يكون على بالك راه الحراس هذا ماشي دق عمي عثمان. معدي ما يتساكى. يا قلت لكم ما تثقوش بحال الراس، ياك على الراس. عويشه فاطمة ياك ما قرب لكم شي واحد. ما قرب لينا حتى سيدي. الحمد لله. هاويشا كيف شفت يا بنتي رانا راني خايف عليك بزاف. مسكين قلب كاين شيشه سيدي. يعطيك القوة نهضر معاك انتي. يعطيك العمى دابا نديك لطبيب السنان. هاويشا انا تكلم معاها. عويشتي عويشتي انا شخير قلتي الهضرة. بسم الله عليك جاتك حبي اليوم. لا عويشة اش خبار؟ كيف جاتك بعد هذا الدار اللي صوبت لك هذه؟ وكيف جاك مولاها؟ خير كاسيدي ما نكره، وراني حاسبك بحال بابا الله يرحمه. بحال اش؟ باباك 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 رحمه الله تعالى عقل عليه ملي كنت صغير تلعب في الزنقه تلعب في السيركوس كان فك رحمه الله كفى من شيل. ايه مسكين راجل راجل اللي تبع عقلو شحال تفنى فيه الزغبي رحمه الله. هذا كتشبع لبا باقي تبغي تضحكي معايا ياك. يا خو الناري اه خو الناري امولاي الخير فينا هو هذا الحنان؟ الحنان هو هذا وقف عندها ما حتى لك شكون انت كاين؟ ها الله يجيبها وليدي. انت هو الحراس؟ انا هو الحراس. اش كاين؟ ها قلنا لك الله يجيب. هذا راه سر الماكس حتى طلع عليك. سر؟ سر بحال كي ما عندكش شي غاتمشي تمشي تقضي. انا ما عندي سر، كل شيء كيتقال جهرا. غير نقول غير قول. قال لك عمي عثماش بشويه بشويه. عثمان هو اللي مصيفطك. ايه كنت تقولها لي من المره الاولى بشويه. صبر اللي ما راه كيفاش عامل عثمان ياك عثمان هذا غليظ هو هذاك عثمان. صبر صبر واش نمت بوجهه هنا هنا شنو نمت بوجهه؟ اللحيه وما بين المنخار والفم شنو؟ الجعافه. لا راه الله يلعن فيه هذاك عثمان. اللون ديال البداد عثمان بيضاء. سير فحالك سير فحالك. البداد ديال عثمان خضراء فيها شويه الخضوريه. يلا اش قال لك؟ قال لك عمي عثمان محمود عرف المكان وما راضي يخطف لك اللحم بين السنات. اسكت راني راني عطف على قلب مغيار. ماك دابا مقلق وزعفان. اوف بحالك امولاي. يا الا بغيت يطير لك يطير لك من هاد الجهه. بعد لي من الدار معلومه يطير ليا. حتى الله يستمع من الثقه حتى في انا. لا وليدي انا ما ثقتش فيك. هذا الحق واخا كاع جبتك الخول خال. الخول خال ديالك؟ الخول خال ديالي انا. الدري بخيل كان هذا خول خال. عويشه دارت لي بها في مكتوم يا فهيم درتو نشالي كيف المعمول لا تسالني مولاة الخلخال. والله إلا عندهم الحق عندهم الحق. كان عندي واحد الخلخال حطوا فوق سليطقة مزروقة وتسرق لي سرقوا لي. دخلتي من الشر جميع؟ لا ولقيتي مع واحد السليطقة؟ لا لا كان السليطقة مزروقة. لا سرقتي ليا؟ لا ما سرقتوش. جبتي انا مزروقة؟ جبتي انا برا وجبتي ليا؟ اييه الله يلتهبل على اللي كاين مزروقة تيجيبوا المولى. اصبر راني داخل الدار ومن بعد نخرجوا غادي نكملوا المحادثه. يلا ادخلوا كاع جماعه الدار. يا وليدي لا الدار انا عندي ممنوع الدخول على الذكور. بقى غير هنايا خينا قريب يطيح في الشبكه. عيشه اش كنتي كتسمعي؟ اش كنت كنقول على داك الراجل؟ اش بغيتي لي نسمع؟ انا
بنيتي ما بغيت حتى يتسمع لك وجبرك تكوني اسمك مره واحده نتينا وكامل هذا راجل برجال غير سبق قلت لك ياك ما سمعتينيش كنت كنقول هذاك الانسان ويلي ما سمعنا راجل احسن لكم ما سمعت راجل احسن لك بنيتي كلام ولاد اليوم ما فيه غير النحس والبخس الشبان كلهم خطر على هاش كان كيقول لك لكن بيبي اشكال قالت لك لالا اش كان تيقول لك ذاك الراجل وانتي وانتي الفضول دخلها لسوق التلالة هذاك غير واحد الانسان جا عندي قال لك خصو باش يتعشى واحد طلب مني 35,000 ريال وقلت له ما عندي شيء تصرفه وشاف حاله صافي هذا تصرفته بحاله صافي يلا بغيتي دخلي للدار راه الريح بدا تيح يبدا تيتحرك دخلي للدار علاش بغا يعمل لينا احيا انا بنيتي ما تتعرفيش هاي الريح الريح كله خطر الا مشى حتى صاد فيك غدا غتولي كلك تقول توم غتولي مرا سمينه في التركينه وخصنا داك الوقت الشبي دخلي من الباب سيري دخلي للدار بالك غير خلينا هنا حتى كاع يجي قلبي بغا يشوفه قلبك اجا قلبك الهضره اجا قلبك الهضره سمعتي انا في الحياه عمرك ما تكلمي على القلب مزيان الا كنت انت ما كتبغيه انا راه كنحبو ولا كلام الحب هذا الريح المعكوس كلام المعاني هذا دخلوا للدار بلا تخف هما اللي جاء مك عثمان غادي نصوبوا معاه في الامور شدوا البيبان والشراجم والطاقات كل من هي طاقه عاطل على برا شدوها وقلبوا هذيك المشه اللي جا مع عثمان راه يمكن تكون مش ساليتها عثمان ولا ماذا ساليتها ولا اش سمك الله عبد الله عبداش عبد الله كيفاش قلتي اسمي عبد الله شنو عبد الله غريب تو واحد الناس اسمه هذا السميه اليوم عبداش عبد الله عجيب يعني محمود لا لا تو محمود ما كان عارفه محمود ما كان عارفه هو انت لا لا تو محمود انا عبد الله محمود صاحبك هو اللي جبتك ليا محمود هو اللي جبتك ليا قالك شي هذا الحال محمود شي محمود اللي جبتك ليا تو محمود ما كان عارفه هو صاحبك نعم عبدوش عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله محمود محمود الله قلت لك يا ولدي السي عبد السلام الله يقلب لها شهاده السي عبد الصبور الله يفتح السي عبد الجبار في مصيبه هذه قلت لك السي عبد الباسط واش دابا انت يعني في حسابك واش هذا غشيم جيتي دابا تدوخني وشفتك بحال طمع فيا انا طمع فيك انا وفكني مال العدل الله يجازيك بخير ما كيعرفش يمكن يسخطوا عليه والديك هكا داك وليدي في القضيه تاعي باش يبعدوا من الناس ولا راني جلا خالتك العاد انا هادشي كله عاطيني بالكفا الله يعطيك الخير ولو كان ما السي عثمان عزيز عليا وحبو قلبي كاع ما نجيرهالك ولا نشوفو جد لا ظهر ودرو قبل ما نودعك غادي نعلمك بلي راه السي عثمان مشى يجيب القاضي والعدول باش يكتبوا العقد ديالك على عوشه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته القاضي والعدول انا هادشي اللي ظهر لي منو لا تقلب عليا سي عبد الله الله يهديك تفضل مشي معايا سي عبد الله سي دغيا عقلت على سميتك في الخير غير قلت لي سلك عبد الله ويقولك سلك عبد الله نتصالح انا وياك نحكي لك واحد اخرى فتصالحوا هذا واحد الراجل كان غادي في الزبقه وتلقى واحد الراجل اخر قال له علاش تسالين سي عبد الله الاخر قال له كلنا عباد الله بازال هي اخرى فتطنط بازال هذاك الراجل كان غادي في الزنقه لقى واحد الراجل اخر قال له علاش سي حمزه قالوا له اخر كلنا حماميز الله هنا الاخرى فرعت الضحك لا اللي بحلو تيضحك اي لعنهم طول الحياه جان نقولوا قريات خاصه وغزالة عن هاي يوم وصل لازم ورصاد بنت ظريفة عذرة وبهية ولطيفة في العود كتخبل وتصيح معاه بالحجازي شغول الشام صايلة فيهم عن جمع الريام وعيوط الغار مع الكلام بنت 12 عام عندها في عمرها عذرة مخنطرة في صغرها عندي كابرة أنا حبك ساكن القلوب يا المحبوب كيف سكن قلبي حتى ضحينا ما شوقك زايد الشغوب يا المحبوب بيعت مصاب طول الدوام شغل ما لعبت جمالك مغلوب يا المحبوب كي
يقول بهجوم تشد الانصار فيك ندرك جل المطلوب يا المحبوب كان قبلتي نلت بسائر المواد يا كريم الاصل والنسوب يا المحبوب يا همام لا يرضى في الحكام غايب روف لي بكبال المغروب يا المحبوب يا اللي من الفراق على العيون غايب يا راني معك عمي عثمان مي هنا قلبي عليك غلا ما خاصني مع هاد الحراز ودخلت شي طالبي لكم وفرقت لكم الشمل باش نتفرح حتى انا بمحبوبي حتى انا كوالينا الغراب وصبح قلبي يهتر بالريم فاطمه من نهار نضرب جمالها طال عقلي وتغير حالي ولات حالتي كتشفي العدا والحساد اوعدي الحب والهوى والعشق ونار الغراب محلت صدى في عطاياها قامو كل واحدة مقامو في موجتي وضحى بحسامو مع اسهامو يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غرادها الدامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوابها بالمرحمة رحمي يا راس العقل ارحامي من شباب طاسامي كيف نبقى هايم ونتيم سليا روفي يا غزال فاطمة اوعدي ما كان هكذا ظني يا بنت الكرة بغير سباب غلامك بعد ما قبلت قدامك بالقهر ورعيت دمامك في غرامك ضعت بشفاك ويامي أغريبي وهيامي لاش عقبتني بالظلم بعد ما طعتك وانتي الظلمة راحبي يا راحب العقل ورحامي من شهر ما تبخلي حتى بالكلام ما جا رسول ما قلتي لي كلمة واش ما في قلبك رحمة يا اللي جرتي بالقسمة وحبك ما في قلب القلب زنت نار ضرامي بردي الصوت الحامي بلوصل ولمصلي بشفتك ديك القافية النازمة رحمي يا راح العقل ترحامي من شهر فاسقامي كيف نبقى هايم ونتين سليا وفيها رزا الفاطمة اوعدي شوفي بعلم حبك هذا الغلا قيمة جيت نبقى من سيدي ما بلا سيمة واش انتي اليوم سمعك صامي بيني جواب كلامي بغيت تفيدك القلب لين انا عبدك وانتي الحاكمة عقلي يا عقل عقل ترحامي شجرك بين يديك يا قرت عياني مالك عامل راسك في هاد الحاله تنكرت في سكت عمي عثمان باش لاقي لي باش لاقي لي سكوك مع الحراس وجاب الله تعاوني باش نعاونك باش تجي لهنا انا خفت منه خفتي منه كاع ما خفنا من الرجال نخافوا من السباسات زمان تقدر تقولها لي بوجهه غادي نقولها لي كولي ولكل واحد بغي يجي من جهته انا اللي حمق اللي حرمت محمود من عويشه اليوم غادي نسمع الغلطه ديالي ونبيع عويشه ونمشي بحالي راك غير كترقع سيد الحراس راه بعدا عجبات عجبات عويشة هي اللي عجبات الحراس
ولا تقصدوا على محمود؟ ولا يا قبلات انا ما قبلش. انا اش تقول لك انت مسلط عليها؟ انا عمها وانا الوصي عليها وكنتيها فوق الكلاب. زمان عليك ما الله يجعل البركه في الحراز اللي غادي يحميها. وحاجه اخرى كاع ما تبان. اشنا هي؟ عرفتي اشنا هو الشرط اللي بغات تشرط للعويشه على الحراز؟ الله يسمعنا خير. وتمشي يا عمي عثمان تضرك بارك ما هذا المكان. ولا عمك عثمان ما بغاش يمشي بحالو حتى هو عنده مصلحته. تعرفيني يا فاطمه وقبليني نتزوج بك. كي غادي تشق بعد الراس؟ سير بعد الراس كنت جعلتي حتى دخلت السلسلة عظامك وعشات فيك انت لعاب كتقلب على الجوال. ياك الى ما نسمت يا فاطمه على هذا الكلام خليك تسل الرجال. اللي عندك عيرها اللي عندك اللي في جهدك ديرها واللي ما عندك عيرها الا سميت سيدي مولاي كاع لي الا ما يوريك سيد الحداد حتى كتسمع. الله يلعن عليك غادي نمشي عندهم في بعض الدلاعه. زياد عويشه المحمود ومالك انت كان حلال غير اجي وخذ عويشه. اش تقول تما؟ عويشه المحمود تقدر تقول هذا الشيء في وجه الحراس. انا نقول في وجه الحراس علاش يكون اش يكون الحراس؟ لا لا الله يعليك عثمان حتى انت معهم حتى انت ضدي. لا لا الله يعليك عثمان يا صاحبي يا غير سير حتى دم كون ضدي عويشها ليا ولا ليها. هذاك النار هو اللي ما تشوف ولا تشرق عليك فيه الشمس. اما عويشها ما هي اللي ما تعرف تملكها. يا اختا شاب يعرف معنى الحب والهيام. شاب يعرف معنى الحب والهيام. وانا في قضيه الحب والغرام سماوني حكيم. نعلات الله عليك يا عثمان نعلات الله عليك يا عثمان نهدرك عليك النار نهار نعاود نشوف قصدك ما يعاودها متى في المراح. يا كلام رجالي طول الشهر. نعلات الله عليك يا عثمان هذا هو السيد اللي كنا كنتمناو بركتو دخلينا للجامع في الغدو. لعنات الله يا عثمان الى يوم الدين. ها عثمان عثمان نويت عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي عثمان. عثمان لا ما لي هيدا الحلال يخلص كل شيء.
قد عليكم غير سهلة. حنين الزبعة ذاك اللي مخدمكم نشوف دبول العب عظمة بشي غار عربي هذا اللي ما تبع معنا صحة ولا حياة. خممت يا بنو إسرائيلية خممت يا بنو إسرائيلية كيفاش نعمل حتى أنا الحيان باش نغلب هاد الندادي كل مرة تيصيفوا ليا بصفة وقلت ما يفعلي غير حتى أنا نمشي لهم سوا وجيت سالك هيك سوا خضرا العكاز الشمالي والتسبيح لأجل واش انتم نصحاب الحراز الا كنتم نصحاب الحراز غادي نبدلكم غادي نمسحكم من صوره بنادم لصوره قطوط غادي نسلسلكم غادي نشوهكم بين العادي والبادي علاش كنت جالس انا اسمي ما يحفظ وعقلي ما يحفظ قاري علم المنطق والسنوسية والبيان وقريت بعدهم الخرشي وكذاك البزي قريت البزي بالزمني والرهوني والرسالة وبنو حجار ما خفاني يا الفام الغام صغري بغيت نحبتك بسير نظامي وبحسن نظامي قريت على هالحكمة قاري على أصحاب الحكمة ورويت أرويت عنهم الأسماء خدام قاري بن أخفى علم النار قاري بن أخفى علم النار عن خدام عندي طيعة القوالي سلمي أرضى الله عليك ولي الله جيتي بوقتك باش عاونا على ذاك الحراس تنتقموا منه ياك ما انتم من صحاب الحراس لا سيدي حنا من العزيان هذاك راه واحد كافر بالله منه ما كاين جينا ناويين نخرجوا من عاصمته العذراء ملكها بالغدر وتسجنا عنده في القصر غادي نخرجوها من يدو في البدر حنا جينا وجبنا ليه محله ايه جبتوا ليه محله طويل عليك الظلام اش قلت لهم انت جايبين لي محله تعدي عليا دماغك وتعداو عليا يكون ما فكرت ليهم ما عرفتش واش انا هو الحراس جبتي لي الحلال كفر بالله يا سيدي حيت جبتو محلة انا راني جايب محلة هادو راه مؤمنين صحابي كلهم جايب محلة وغادي يهز واحد المنبر يهرسو على راس الحراز وصحابي انا وصحابكم انتم غادي نتعاونوا ويا الله مع جماعة سيروا تسلموا المحلة هذي خصيتونا قرب الكدية ها اللي فاض عليكم ويا الله مع الجماعة الله يرفي الله شعبت لها نكفر بالله تعتوا عليا شعبت لهم فاتح مرزوق اشنا هو ذنبي انا الا بشر بحالي بحال الناس اعشقت واش انا ما عندي شيء الحق يكون ندير شي شوية ديال الحب كيفاش نبقى بوحدي حموا عليها وليداتي غدروني عديالي الضار هذاك المحمود كل مرة تجيني بشكل إنما أنا حاضي لهم أنا حاضي وإلا كانوا هم دياب أنا سبع وعند فورا يظهر الحساب Yeah.
سيدي تسليم اولاد الشيخ تسليم. تسليم شكون نتوما؟ سرنا ما يخفى والاصداء اللي صلاح البلاد اصحاب العلم والحكمه والجذبه قلت برك الحراد قدامنا قدام اللي غدا وكل ما تصنع يربح ما يخسر نصلحوا ما نفسدوا هاي امير فرض الله يا مصري هو الشيء هذا راه شخصكم اولاد الشيخ واش بغيتو واحد القصعه ديال بزاف زعما نعطيكم حتى الخير شوف غير سكتوا السعد جاب بنار والخير جا عندك الحراد وغنم له جيبه قول مرحبا بهلكمان قول مرحبا بهلكمان تعرف سيدي حاجتنا وانت يا جدي غرنا لازمنا نوريو سرنا دخلنا الدار والصر كرنا العود والصهر جنائي الخير والسر ودى عليها صدى لس جاوبني عن هاد القوال سيد الرحال سيد الرحال حقا ولي الله كمي ليس نبي ولا مرسل لا شتكم انتم هنايا عشرة طوال بطاطيكم كيف الكبال وركبيكم كيف الجمال وكمال تحضاش ختال جايبكم انتم الحمية جايب فاتح برجوق نكرموا هاد الناس نكرموهم بلاك كويس نعرات الله عليكم هذا عاوتاني هذاك محمود جاي ليا اجيو لهنا وليدي انت اجيو الكفار بالله شتي مازال زايد فيه بالحق عيا ما يكتمش راحته وصارو وطوع الجمار سيارو وجلس وحده يخمم ويقول كيف يعمل مع الحراز واش من حيله تنفعوا معايا حرست عنده توكل بيا شمل له زين تسميه وجلست حاضي عند التوام منضف القلب والعروق يا رجالي ذاتي بهواك فاليا وشوق مع الغرام للقلب الحاس ليش في استبراحة ولا مشاريع ومرامي يا ابو حرام بدك دعجاج الوجلي برفقدك بالدمعاوية والسفارح والقرار وريقك حرام والشوق مع الغرام للقلب نحاد ليش في الصبراحة ولا مسارية ومرامي يا ابو حرام منك دعجاز نواجلي من فقدك بالدمحاوية يوم عليا بهاك قبل اطفال حراز امال حراز كان وزال راضية كلكم غدارين كلكم منافقين كلكم ما تتخمموا غير في مصلحتكم بالحق وصل الوقت فاش غتعطيوني الحساب انا هنايا غتعطوني الحساب واحد بواحد فاطمه غتقول لي علاش خرجت الصبح بلا خباري وانت سيدي سمسم بالقبقب اللي درناك تعس علاش صلحتي وانا يا الحراس انت حريرتك حريره من بعد نشوفوها اش عملت لك الحراس ما جاش عملت لك نسيتي هذاك الشيء اللي درتي في السوق انا انت يا الحيط القرشان كذبوا عليك لعبوا بك غروا بك العليان بركه عثمان بركه ما تجابهني شاي واش انت قداك دابا مازال تكذب فاطمه احكي لي القصه من اولها الى اخرها مع عثمان سيدي هذا الصباح ما بيا ما عليا كنصلي انت كتصلي شنو كتعرفي بعدا فين جات القبله في اخرج للسوق وانا سمعني عثمان كيعيط ليا حتى بدا كيشكي عليا بالعشق والغرام ملي ضو كمل قال لك بيهرب لك بلا العواشه ويتزوج بيا بالحق انا ما قبلت ليه لاقاش هو كبير عليا وانا باقي صغيره
وزبير في سليله. زبير في سليله انت؟ انت سيدي ستم بالقمقم اللي قلنا لك تعس لينا على الدار ودرناك تعس لينا على الدار ودرناك عساس. دابا انا خصني العساس اللي يعس على العساس والعساس اللي يعس على العساس اللي هو عساس على العساس. انا سيدي كنت حاضر هاد الاولى. ايه اليد على الطبق والعين على منظر. لا ظهر. الثلث الاول في الليل ما فيه كلام. هذا كله نعاس. الثلث الثاني بحرفه الاول. حتى هو نعاس. الثلث الاخر في الليل ما شعرت حتى بخيط راسي جالس واستجمع البنات. سبحان الله كنقوم جماعه كتغني ليا. من داير؟ وجماعه كترقص ليا. هادشي كله كذوب وما كملش حتى كلمه الصح. وإلا قالت لي كتذكرني سالا باغي نتزوج بها راه غير كدير الدعايه لراسك. في الحقيقه هي راها تتحبني ولكن انا ما تنحبهاش. انت دابا اللي معفر على هادي. زوينه. كيفاش؟ انا زوينه. اي لا بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لك عثمان هاد القضيه اللي مالكة هي وخدها جوبا والريم حدا من دار سعدية الغزال زهرة وعبوش ورابية من لنا وزاهية رقية وحمولة حبيبة هادو 12 دخلوا بشراب مع القماش المعونة مقوم والعبرة فيها شي غزال وقصايا الحراز باللي زد انا يا قدامه بعد وصلنا لباب القصر نطقوا لرصاد يقولوا تواجب يا حكيم. بركه بركه من الهضره بالمعوز والكلام من تحت لتحت. اش ظهر لك يا عثمان؟ قلت لك هي راه كتحبني ولكن انا ما تنحبهاش. انت دابا اللي معفر على هذا العجب هذا. هذيك هي راه تتحبني مني كنت مازال صغير. انا فين عمرك كنت صغير عثمان؟ انت من خلقك الله وانت قد هكذا. واش دابا غير اللي جيت نهضر معاه ما كاين غير الكلام على الحب وعلى الغرام. واش عندي انا هنايا سوق الهوى والشباب؟ ما احنا الحب في المنام. طبق عليا كمات الكلام على الحب في المنام. عاف الله عليك. سعدي يا فرحي سعدي يا فرحي هذا هو اللي مكلف بالعسى. وليدي فاز. وليدي فاز. لا ياك لا يبهاز غير ناعس غير ناعس ياك مازعجنا. سامحنا سامحنا واش غتفيق من عاد سامحنا. انتوما تغرتو وانتوما. انا سيدي لا باقي نعس زوجني بفاطمه. شنو اللي فيك؟ انا سيدي لا بقيت نعس زوجها ليا بلاصتها. لا 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 اللي بغيت نقول لك انا لا اولى شي بركة. إذا طلعتوا لي أزعف راسي غادي نزوج شي بشي ولد هلا. غادي نزوج فاطمة بمرزوق ومرزوق بفاطمة. أو لحسن نزوج فتح فاطمة وفاطمة فتح. قلت لك يا عثمان أنا راني مستعد ننسى كل شيء كل ما درتي لي من كذوب ومن بهوت. إنما راني في الحقيقة ما ناسي شاي ما ناسي شاي ما ناسي شاي. وإلا عاودتاني تقلبتي عليا راك ما تشوفش من عندي الموزون الصفا. راه غير الشياطين لك جاو فرقونا. أما عمي عثمان ديالكم أنت ديال عمي عثمان. بالحق إلا ما خرجتش عليا حتى أنت الكلمة. كلمة الشرف عثمان كلمة الشرف اللي عطيتك هي اللي كاينة. أنا اللي خصني هو نتزوج بعويشة وهي قابلة. قول لي يا عثمان هو اش خلى ليها باني وبغينا نوقفوا البيضة في الطاسة اش خلى ليها؟ اش خلى ليها الزر؟ دويرة راش يا شيشة قيسها صحيحية هذيك لا بغات تقولوا لي. ولكن من غير هادشي اش خلى ليها؟ الوصية خاوي خويا مسكين ما كان يكسب والو. وحيد خوك ما كان يكسب والو علاش طامع فيا نخلي لك هذا الوصية وديما تابعني باش تخلي لي كل ما في الورد؟ راني ما كنطلبكش على الحراس تنشرط عليك. الا بغيتي نتزوجك بعويشاتي خصك تكتب ليا قبل ما يتكتب العقد باللي راك تدخل على كل ما بالوصيه. انا ما نسامحش غير في الدويره ما نسامحش جوج ديال الطيور في ثلاثه في حومه في الدرب في بلاد كلها على عيون عويشه. ونصبر صبر تحبني بصبر ونصبر لقى لي شي دواء باش نخرج هذاك السم اللي زاد ليا قلبها هذاك محمود. ما عرفتش شي واحد صاحبك يقتل لي هنا خلاص. واش انت ديما معبس والضحكه ما تطلعش على وجهك وبغيت على قلبها؟ لا 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 عثمان انا ما تحملش داكشي ديال الضحك ما تحملش كاع السلام الكل. انا اللي عزاز عليا هما الناس اللي معبسين الناس اللي ديما تيبكيو كاع الا لقيتهم تيبكيو هذوك هما صحابي. وعزاز عليا الناس
اللي تيغليو ايها الراقدون تحت التراب. يا نعم اللي خصها شي راجل اللي يضحك بوجهها ويبتسم ليها. لا 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 تتعرف ناس اليوم تيه وترتلي وراجل تلعب بيدي وشلي وين حبس لا احمد تلعب بيدي وبرجلي واللي ما عنده رجلين اللي هو حبل وتلعب احمد. وهذيك الجنيه ديال فاطمه حتى هي حتى هذه تي خصك تضحك بوجهها وما تطيروش ليها. راه هذيك هي السر باش نسدو القلع وجهها. وإلا ما تلافيتك راك مرتي كلشي. غادي نعمل بنصيحتك. يلا سيدي علي دخل عندها مرزوق. ايوا اي 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 اش غادي نقشا ولا تلاقى باش معايا الحراز وبين التبسيمه. ما قديت انا ما تعرفش شي ديال الضحك. ما قديت عليشة 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 قفلت الكب القضية على حسن ما يراك. مسكين هاد الحراس تاخ ديال اللي قلت له وصيه خويا ما عرفش بلي خويا الله يرحمه كان اغنى راجل عندنا في البلاد. وهذا هو السبب علاش حرمت محمود من عوشة. كنعرف ما غاديش يشد ليا من وراه غير الريح. وهذاك عبد الله في خصني نحدي منو راسي اللي خسر ليا العلاقه مع الولد. القضيه ناجحه ولا اجحه هادشي علاش نتويا الرتيله. قولي انت مراد غير تربح ارث عوشة على ظهر الحلال. القضيه ما غاديش تدي غير الطبانيه تاع عم عثمان. القضيه في امان الله وحده. بغاو يظلموه مسكين بغاو يظلموه واخا هو ما كيظلم حد. لحق ما حكي انا خدام مع عمي عثمان. عمي عثمان عمي عثمان عمي عثمان واخا هو كيشك فيه وكيحسب وانا معديانو. هذا الدماء وليدي عبد الله. عمي عثمان يا وليدي عمك عثمان اللي كان مغرور فيه وكان ولاد حرام بغاو يخاصموني معاك. انت واحد منهم مع عمي عثمان ما فلتي غير بالمشقه ومازال كيوجدوا لك فين تغرق ان شاء الله. كان عرف ولدي عبد الله كان عرف محمد الله اللي لقيت باسم بيوز الحلال بحالك. احيانا عمي عثمان مازال ما عرفتيني وكان اما كون عرفتيني صلي على النبي. احكي لي ولدي سالوا في العديان. لا غير اجي احكي وكان عرفتيني السبت سمعت داكشي اللي قالوا. على حساب كان طمع فيك كان بغي الفلوس. انا ما كيعجبونيش الفلوس. انا ما كيعجبوني غير الفتوح. يا ملي غير الفتوح شي باس ما كاين. عبد الله خلينا ولدي من اللعيبه. انا دايز عمي عثمان حتى كنشوف داك محمود وقت ما واحد الجماعه ديال الشلاعبيه السرة وكانوا كيتذكروا على شي ورقه ما ورقه خلاها بات عويشه له وصيه يا اخي وكيتلقوا باش يمشيو عند الحراز ويقولوا ليه داكشي اللي فيها. السرة السرة من رجلك يا الدار ويا محبوسة تيخصك نعم سيدي تخرجها للعرصة تمشي بها للهوا وتجيب لها الشيخات. لا لا العرصة لا الهوا لا الشيخات ممكن ممكن. عمي عثمان بصح انت مراد غير في الورد ديال عويشة وفي الملاكات اللي خلى ليها باها. واش بغيت تسكت ولا لا؟ اش قال لك هذا عدو الله هذا اش كيقول لك هذا؟ لا لا عبد الله راه وليدها غير مازال ما عرفتيش. لا عمي عثمان بصح قلتي الحراس نوصية ما فيها غير دويرة هشيشة وراشية وكذبتي عليه. واش بغيتي تسكت ولا لا؟ اش تيقول اش تيقول عاد الخربة ما سمعتش. اش يا عمي عثمان ما قلت لي كاع ما كتحمل الحراز وغير كتنافق انا اش عملت لك مسكين؟ راه بدا تيغلى فيا الدم وقربت نزعك. عمي عثمان عمي عثمان الله يسخط عليك. لا باش عثمان لين غادي؟ عند عويشة. شو عليك؟ ممنوع من عند كل دخول عند عويشة. لا حتى لا عم ما عمل فيها ثقة. انا انت مالك ما انت شي راجل؟ نفس اللي كنبغي ندخل عند عويشة كنقلب واش انا هو انا ياك ما يكون انا هو وشي واحد اخر. جيب الدورة على الزنقة. هضر معاها راه كاينه واحد التويقه ديال الحمام عطيه في الزنقه الاخرى. هضر معاها من التويقه. اوعدي التويقه بالهوى والعشق ونار الغراق محلت صدى في عضايا قامو كل واحد داير مقامو
شنو غنبقى ممكن تاني؟ ما نقولك حتى كون بيني وبينك. أنا مناش خفتي. تلضي عندنا القضية وهي كتعلق بك وبيا وبعويشة بالورد ديالها والطويرة. أولا تنمنع عليك منع الكليين باش تكلم على عويشة. ثانيا شكون قال لك واش عندها في الورد غير دويرة؟ ثالثا شكون أنت؟ رابعا أني رانا ناكرك. خامسا أنا متخاصم معك. دويرة؟ على رقبتي دوك اللي تهموك بالعياقه الا غير حبسوا عليك. اما راك بهيمه بلا ما يقولها لك حد. على هو غير قال لك لوصيه ما فيها دويره وتكتي به. علاش كاين فيها من غير دويره؟ عمي عثمان كاريني ما نقول هذه الهضره لحد. بالحق انت غنبوح لك بالسير بلا يديك بلا مزونه. باش يقول لك هذاك ولد حرام؟ الله يا سي ما تعرفش يا عبد الله راه وليد الناس ماشي راه تقي وطاهر وصافوح وارع. قال لي كاع هو فمو فمو قال لي دابا عاد. عويشه طلبت نجيب لها الشيخات. الشيخات. تعرف الإنسان المغيار شوف هو الشيخات شيخات خينا بدأ يتيق بيع تحسن لو بدأت متخل بيه خينا بدأ يعطف الصنارة على سلام تذكر من المحر الفخ عجبتي؟ عجبتي وانت؟ انا قلت الله اعلم سمع هذاك راه غير الغربي طاح في الفخ طاح في الفخ الخير الزيري شكون كيقول الحنا هذا خويا هو انا صيفطنا عندك واحد السيده سموها عثمان هي على كذبة عثمان عاد مشاو لنا باش نغني ولي يا ولا قسولي مرحبا زاد البركه منين نتوما حنا جينا لك من فاس الى دار انت يا حكيم عز الناس جبت لك رباع الزهوس سروال معك وقصر حتى الفجر ها هو تتعرفي ديري انتي كاش مع اخويا يا غادي نشطلو جميع حتى خينا بدا يدخلو الشك كيف جاتك الربعه الحراس ربعه تبارك الله تبارك الله شكون هي الشيخه فيكم انا اخويا انتي حصله محصله جايبه لي الحله اروحي تشوفي شي قشله يا بنت الزغبيه انتوما يا خصكم طباخ وخباز وانتو ما جيت تربونا عليكم الله سيبو تربونا عليكم الله إليكم سيبو استعنا بالله عليكم أنا عاوداني هذاك محل الجنب ربيان يقول غير عاد شكون هو فيهم عبد الله هاد الناس هادو ما تعرفوهمش ياك لا والله العظيم ما كنعرفو به ومحمود ما واش يفوز منهم والله العظيم ما كان عارف محمود وما جبتيهمش انت هادو والله العظيم ما جبتيهم وانت كامل تتعرف هاد الناس والله العظيم ما كان عارف الحراس شحال من شيخه قلت لي نجيب السر الاخ هو اللي راه الشيخه جاو واش ضحكوا علي انا وياك قول لي انت اللي جبتي واش ضحكوا علي قول والله العظيم ما هو اين الشيخ شكون فيكم الحراس اخويا؟ هو انا الله يخليك عندي واحد المشكل بغيت نتذكر انا وياك واحد الخمسه ديال الدقائق دقيقه الله يجازيك بخير دقيقة. ما حدش محصل عاد هذا راه هو محمود شدوا لي انايا شدوا انا راجع عليه عندك تمشي تطلقو حيت شدينا محمود خصنا دابا ما نطلقوش هي القضيه ديال كتعينك وجلاني هذه لوحه معاه فوق خد الوجنة كثيراً
شلك من صولات يا اللي نازل في دواخلك مكمية لا الهاد الحراز جفا ولا رطاب حيلات ما تدخلوا خلات ما يتيق ولي تقيم. محمود محمود جاي حرز غزال بودلان حرز عني سودنجال حرزها وحدها على عيون عداها فبساط صوتني يرضها وعمل كل ما تمنى ذات الجمال ما يوصلها واشي ولا تشاهد غاشي رسول راسها كيف يظل بات عزه الفرجة بالغصان الصفرة والكيسان فبساط محصن بصوار عالية وقفلوا بيبان فرياض منعم بشجار باسقة الطيار في الجارة ناطقة وجداول بمياه دافقة والجاموس روج والمهر وشتادي متى يخصاول في غير تزور ناسها او يزورها على مجيهم تغنم فرجات هك بنيتها لولا رقيبها حرزها وانا كيف نعمل واش المعمول واش من حيلة تنفعني معاه حتى تضرج في بطاحي وتعنقني بضعاد ونحوز ديال الماء حرز غزالي بودلان ثانية ثانية وخفات بنسف أنا عارف شكون هاد الخبيت مسح باب ديال الوجهة ومش حكى الحرز على السيوف سر له شنو فيها حتى طرد الحرز الباب رسامو وحرم عليا باقي القرار بالسحر الله يرحم سيادنا الأولين قالوا كل من هو طماع خسرتهم عمية ما يربح ما يخلي من يربح هاش جاب كل عرسة من طوف الراس تبارك الله على عبيد الله تبارك الله على اللي ما في قلبه حتى قطرة من ذم الإسلام كيف تقول لربك يا أبو دعوات يا قبيعة بعلات تبارك الله على عمي عثمان ملي كنشوفك مبشور وعلى ما تصور ودار على كمال دخلت عليك والله علاش من قبلك كتصر لي وجه النحس لا لا عمي عثمان حشمتيني على وجهك ديال الحشومة يا المقصدر ظلمتيني وحقرتيني أظلمك يا عواد لوالدي إلا كنت تبكي على شباب كنتها انتهى شبابك ومالوا عادوا شايبين وإلا كنت تبكي على أحبابك ماتوا مات النبي المبعوث إمام المرسلين وإلا كنت تبكي على متاع الدنيا دار الغرور تفناو نعودوا راحلين وإلا ظلمك شي حد سرقوا الله حسب الظالمين أخاف الله وأهلا يغويك الإنسان داك الخير اللي عملت فيك لوجه الله اش من خير عملتي فيا كذبت عليك وتحيلت عليك حتى وريتيني في المخبي عويشه من تما بداو المصايب يا كان كان الخير ياك نسيتي بلي انا اللي خاصمتك مع الحراز ودخلت شي طار بينكم يا وطني انت مولات الفايز انا عمي عثمان انا الى عملت الخير كان عامله قرجة ما كانت هنا حتى كان غرق صاحب دعوتي واش انت كوليدي يا عبد الله كتقول لي هاد الكلام وانت فرحان وضميرك مرتاح من خلقني الله وانا ما كان عمل غير الخير اسمع هذاك الدين البهات اذا كان الشيء اللي كتعمل انت كتحسبه خير كيفاش ما هو الشر عندك هو اللي عملتي انت انا كيف تقول اللي خلقت يا الظالم فرقتي بين زوج القلوب تعادوا يتزوجوا من الصغر ولا كيف مع خلاهم يتعذبوا ويقاتلوا الهوال ما ممكن الحب اللي كيجمعهم لا تنساش بلي الحب راه عبد الله وجعلوه في مقام عالي الحب حتى انت اصبحتي كتعرف الحب كتعرفوا كاع انت اللي شرفتي وقربتي تعطي الشمس ظهرك سيما انا اللي باقي حليب مي بين راسي تبارك الله على العجل ومنين انت ولاو الجمال بحال اللي كيعشقوا النهار ولاو الشياطين بحال في كل مكان الله ينسخ الحب اللي عرفوه مترك على يميني في الحال يبلي بحالي وتشوف مجرالي مع ناس الحال اش ينكتب العالم وش بين بنادم ما يمحي وعدو الملام اما يمحي وعدو الملام قولوا لهادي الهايم سلمت ضحات سهالم من طعن سيوف النيام من طعن سيوف النيام ما بهدوك عوار ما جرحوك سوار ما رقتي كاس المدام اما رقتي كاس المدام ما شفتي عمرك من مراش ما قبلتي خدود ماذا ترقبك من ضناك خايف ما عاديتي حسود ما دسي
قسمتي دي جور بلو لا ينفع لا يمغى يا اللايم أجير وصيك لا تليتلوم ولا تبوح بالمكتوم ولا تبوح بالمكتوم والغرام ما يلام أمام المثال كلامو جالو غرام وهمو وطاو سيرت وحكامو ولا تعاكس يامو ولا تعاكس يامو ويا مالكي يوم جينا ويوم لا تزهينا قنشتي يا صيام عطارو طيب خذ نصيحتي يا عمي أثمان اسمع الخوات خير كلمة منكي يا إما تعاوننا حتى ترجع ويشال محمود وأنا كنت ملك النص الأول يا إما راه تمشي بيدك على قلبك وين كلمت بك سر هذا عهد الله بيناتنا دابا من اللي عطينا عهد الله كما بغيتي نعملو يا قلتلك الصح اجي هيا قلتلك الصح شكون اللي قالك تخاصم عليها محبوب اللي كانت تيخوزي وعلاش لعبت حتى حسد خوك خلينا مرزوق القوم ديالي فاطمه عطاها الحراز لي انا ماشي ليك انت ومحبوبتي انا ماشي محبوبتك انت وهي فما قالت لي الصباح عطاتني العهد حتى انا عطاتني العهد وعطاتكم شي ديال الحمص مقلي حتى انا ما غنتغير تمسنا فاطمه موجوده واللي بغات تدي متفقين هي واللي بغى لي قلبها وعلى هي الحمق هي غتخليها تقطي بالخزران الطونه والتجريده من العين تبقى ديما بعيده وتبعك انت يا مهيري الدجال هي الا بغات تختار غتشوف من جهه الحسن والكمال لون الشمس ذهبيه يا وعدك ها اللون الخمري على الشبع والارواح ادفع حواري اليك ماشي بحالك انت اللي صبح عليك خسير جاي يعاود نعاسو ابوعو مشيتي غلط مشيتي غلط اصل اللون مخرى اشوها في الرجال انت بعدا ما فيك ما تختار ما لايق لا العاده ولا العباده اما انا يا لهبي لوني لون العنبر والعنبر قليل وغالي سال عليه التجار يحكيو لك على ثمنه واش ما عرفتيش يا الرقيله باللي لوني لون الليل والليل جنه العشاق اللي قال فاطمه هو اللي يكون اللي قالت هو اللي يكون اسمع انت حتى انت معه الا باقي شي واحد تبعني لك الشينه ولا ضربني بكتفو ولا شافني بدك الشوفات الخايبات غادي نشكي به للحراس انا ما مرات نحبك لا تقلقي بعدو مني لا لا ماما الى عصينا رحنا لله دايبين العبد اللي في الكسيمة مالوح الدايل مخو اكا ماما عطي الماما اكا ماما وشفيت الحاسد الفير أكا ماما أعطي لماما أكا ماما الزين الزين ما ندوزو لو كان نموت بلحدي وتكون السلسلة عليا ويكون رصام هيدي أكا ماما أعطي لماما أكا ماما سمعتوا ما دركا تحكوني بجوج ايه ماما بالمعقول بزاف بزاف وباش غادي نعرف اللي كتحكوني وما كتكذبوش عليا انا ماما عشينا بيديك خبزيني كيف بغيتي وانا تيغش تحت رجليك اشفع ليا وفركي هذا واحد الراجل بغى يعطيني ورقه الا خديتها منه ما تقولوها والو للحراس ترني حتى انت ما ساهله فاطمه طبعتي جوج الرجال كل واحد فيهم ياكل سبع بحركم مالي قياس حاروا فيه الرياس شحال غرق من الناس تغلي غرق بيا طول الهضره وقولاش في الورقه سلمى لها ويش وقالها تعمل داكشي اللي فيها ولا بغات تقول لنا شي حاجه تكتبها وتصيفطها لينا وانت فين ماشي غادي نصب الفخ وانا باقي مازال يديني محبوبي محبوبك
غير منو. انا كل ديال كان حبيبه غير نساليو هاد العصيده ونعصتو حتى حنا حريفنا ولا عادي. ما عم تكلمت ما سمعتش عليك مرزوق. اش قبت من عند هذا الراجل؟ اش من الراجل؟ اش من الراجل؟ دابا عاد عصكم كتحبوني وما كتكذبوش عليا. ولكن انتم دروك كتحبوني بزوج وانا خصني نحب غير واحد فيكم. خصني كيف ندير؟ اختاري انت ولا عجبك واللي بغيتي هو اللي تحوزي. حلي عينك مليح وعرفي كيفاش اختاري. راه الزين ما يخفى وحروفه ظاهرين. راني حداك ماشي بعيد عليك. كلها قال لك الحق. ما عندك تعمل علاش تندمي تمشي تختاري شي واحد فصلتو فصلتو اللوطا راه غير الفرشي. لا عطي له هكا احرس 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 احرس. واش مالها ما بغيتو تفدو عليا من هاد الشي ديال الحكومة؟ واش وقت ما درت كنلقاكم هكا فما عطي لماما عاوني تسرقينا. لا بديت عليا ولاد عاوني بسرقينا. راقنا فيها بس كنا عايشين في هادشي ديال الحب. واحد اعتمد ما بالكم شي. السلام عليكم. نخلو خروجكم حتى الجمهور. نخلو 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 حتى الجمهور غادي يدخل. اعتمد رد سلام الحراس. على مغنط سلام علي انا اللي سلمت عليك. كنت اسف. كيفاش تكون انا؟ انت انا عثمان العويشة. عثمان تدعش عثمان انت عثمان عمرك سمعتي انت مش عثمان؟ عثمان هذاك اللي تيبيع القلية. الحق هذاك اسمه سي الحسين الروداني. عثمان مول الحق هذاك مات وكاع ما كانت عنده السمية. واش عثمان توبا عارف واش عثمان؟ الحراس خلاصك من الملاغة وعندك الظن مع راسك. الا كنتي نطور انا بالحياه تضربني متهم. المهم واش بغيتي يا سيدي؟ جيتي عاوتاني تكلمنا على هذيك الخربه قيسها طيح خريبه راشيه شيشه. مشيت نزورها حقيقه من على برا من سوسه. ملي دخلت لداخل اش من جنانات هادو واش من عراصات واش من واش من مزروعات واش من ازهار وشحال اللوبيا فيها اللوبيا واش لبانها. ولقيت فيها النعناع ولقيت فيها ترقال هذه وديور تكذب عليا هذا عثمان. هذه فرحتك بيا وانت ليا نسيت. هكذا الناس تيقابلوا حبابهم. بعد مني يا عثمان بعد مني يا شيطان ولا راه غادي يولي نهارك منام. دخلني عاد البنت تشوف انا تحرم مني من وصولها لان اين من ورا وسط على صلة الرحم. بعد مني من هذا البهتان. الا ما غادي تسمع بخاطر غادي ندخل بز منك واللي كان فيكم راجل يمنعني. قال حاجة عثمان تربي ما تبردوا لك. يا عزيز ما وقفتي. إلا تمنعني من النهار القادم ندعيك. على هاش قالك حتى بغيتي تدعي هاك على وجهك عثمان. عويشة أنا عمك عثمان جيت بغيت نديك. وشكون رغبك؟ أنا وجهك عثمان قالت لك شكون رغبك؟ عويشة محمود تيقرا لك السلام. أنا ما كنعرف لا محمود لا محمود. الله يخلي ليا الحراس. لا يحبك تتهان لا خلك تتعب ولا تشقى. صافي 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 دخلنا الحب الكبير اشي عثمان. يا كان كرت الخير. دير قول داك محمود ديالك الله يشويني فيه. الزنان والكواح والدخاخ طلع على عينها السماء. دابا نسخط عليك ودعوه العم مقبوله. ومنين كنعرفك؟ اش فيك ما يتعفى عثمان؟ اش فيك ما يتعفى؟ ياك ما قريتي بطال ودابا تشوفيني على السرقة. واش مراد تسقسني وانا مريحه؟ ما ما تدخلوا ليا بالبنت. دخلوا بالبنت. اجي تسقسي لي البنت حتى ولات تسقس علينا. دابا سي عثمان لا اله الا الله دابا وليتي مسخوط بنت خوك. الله يبقي ستر الله يبقي ستر. الا تبقى فيك راه ما عندي صده. دابا ما بقى عندك لا اهل ولا احباب. غتبدا تبات في القهاوي يا عثمان. غادي تبكي هي هذه غادي تبكي. إذا تبقى فيك راه ما سليش يا عثمان. شوف شافين عمرك هاد السبيت كانت أقصى عينك. سيدي سيدي لا 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 لا
اولي كيفاش شكون خلى لها بيحت يدخلوا عندها سيتي باس لي جي لي عشان بقى لي لي جي لي الله يخليك عشان نشوف كيفاش كيف شكون خلى دخل دخل وليديها فاتحه عندها وش... لا غادي نمشي انا واش ما يمكن يا شيخ خلص عليا حيا في سير انت انت هي الاولى ومن بعد اجي لهنايا سير انت فاتحه لا شوف شوف لا شي شي تبقال ولا شي واش تعرف شي تقي واللي عنده اللي تعرف يضرب خزنات نعطيه من المال ما يريد واش ندخل نص عليا حيا خويا دخل دخل جوج وخلوني انا نتسنى هنايا نبقاو هنايا حولاني غادي نمشي الله يا ربي الله يا ربي الله ما تقدت شيء مع الانس ولا وليا الجن سير انت شد هذيك القلقبات وبدات تضرب عند راسها على ما نفكر في شي حل المصيبه هذه كيفاش قلتي حتى انت تدخلي هذه المصيبه هذه عايزه الله كيفاش وقع عليها حتى ضربوها الرياح شكون اللي يهضر معاها شكون اللي فسد لها قلبها شكون اللي شكون اللي تكفش ليها حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما نرفقيه هاد الجحاد الجحاد هو اللي فيك رفقيه ومورا رحيت كتبني بدون فايدة يا دوك قول أنا باللي ما قاريش وعلمي ما خدامش وغير مسلط على الصنعة رفقيه حذي راسك راني كنتحير وأنا كنجمد الماء حذي راسك راني كنجمد الماء وأنا كنكشش بالكشاش سليم 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 أش قلت إنسا؟ سليم سليم واش نتوما في ديال بصح وباقي عندك الشك ولا بغيتي نبغيها تشوف طيب انا غادي نعمل استخبار دمير وغادي نقول هذا راجل مكذب في العين ديالنا عاش به اعطيوني الدليل نكون انا اول واحد مؤمن بكم خرجوا الدخان من الارض ولا خرجوا لي شي جنين صغير يكون خضر فيه نقيطه صفرين ويكون العين سليبيه لو قزبته تكون حمراء فيها خطيطات حجريين تكون الزغب ديالو يكون كاع ما عندو الزغب شي جنين صغير ملس وجا مقهور هذا التعذيب ديال التمثيل هذا فان كان اللي ساكن تحت الارض نعطيك مشاهد خير عندك بنت مقامك هذا اييه صراحه جن بسببها شاب صغير ايه عمها جا عندك ناوي نشوفها ونعطيه من دخول ايه وجاب رخصه نضربها روحاني شبال الضلال ايه دخلنا عندها تبرا من عدادها لا دخلنا عندها يجعلنا ربي سببها لا هادشي كاين ولا باقي كتشب سيدي كاين سليم سليم والله ما تقولي لا عايشين معايا في قلب هاد الدوجه هذا شفتي محل باش عرف بلي الرجال ما كتحكاش لا دابا كنعرفها ولا حق الرجال ما دام الدنيا ما جات تاع دوجيه الدوايا ما خافيش هذا لا سيدنا العدود ولا تشد رحان بوداني ما عندنا ساد معاك الحراز الله يعاوننا عليه والله ولو تصيفوا لي بسفت الملح كنفكركم وجاي لي بحال الجنود هذا العجب هذا ما انا والو تصيف درت بعيك الحراز لا لا كنت دابا شاهد المصاري لقيت عمي عثمان وقال لي بلي عويشه قبضتوها للرياح واش بصح ولا غير كذب داكشي فاش لقيتي انت شكون قال لها خياتي بلي ولقيت شي جماعه طالعين الميده بلود عو كيضربوا بقريقبات وكانكات والله اعلم الا جايين قاصدين كان الحراس هذه المصيبه هذه شكون اللي علمها خياتي بلي عويشه ضربوها الجنود ولا مرزوق لا ما يمكنش هادو كانوا معايا او عثمان لا عثمان ما كانش حاضر ليها وقيل هذيك فاطمه هي اللي غدرتني مستحيل هادشي هادشي كيخرج العقل شكون اللي قال اي لا لا سمعي يا سيدي انا وصيف محرر حار مني اللي شراني ومودع في سبيل ربي وقصدتك لي كرام قلبي ونويت الخير فيك وجابتني ليا مليك انا مرزق واسمي مبارك واللي مبروك تخدموا الحرار مع العبيد وانت ودك ربي من متاعو وعطاك الخير لكني ما عندك اللي يقابلو حيت انت راجل فريد قلت انا نقذف بيك في المسايل تسخرني لكل حاجه في القريب مع البعيد حتى تعملي شي نصيب الكسوه والاجاره والصباطه اسمع هاد الجواد فيها
الا قبلوا عليه يبغيو يكرموه ما يدوزوه وهو ما يدوز سيدو والدنيا غاديه وليام تفوت وخد لك وقت راحه وغنم وقت سرور وانا عند الكلمه مصروع على الرمشه في كل ما تامرني على الرضا نفعلو وكوك الحق يلا مرحبا مرحبا بالقلاوة قلاوة بيضين يا عجبة يا عجبة اجابوا لي هادو هذاك سين عمس ديال المأكولات والمشروبات على جميع الألوان وجميع الأشكال مرحبا مرحبا أهلا وسهلا هاد الوليد هذا عجبني هذاك الفداوش الفداوش مرحبا بالفداوش تفضل تفضل حضر الفداوش هذاك العازي اللي جايب اللوبيا اللوبيا مرحبا باللوبيا مرحبا باللوبيا عطيه هذاك المسكين هذاك جايب الشفرجل سلق 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 الشفرجل لا 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 في ثياب وسلم وفعايل ورومية رصتي بربان ما يجور عمرو جيران عز على السلام شنون قلت لك مئة ألف مرة بزوزة باقي شي تفبز سمية عثمان على بوك حتى فاطمة ما ظهر ليها أطار خبرات خبرات يا سيدنا ياك ما يكون هاد الحراس راح له الدعوشة معاه وخلانا مقابل الريح كيفاش بغيتي واحد وانا كنقول لكم ما تقنعتش من هنا لهنا ولا عني عثمان منين واجد عندك عثمان تاخذ عليك بالله ما بغيت تفرق على سميت عبد الله بس عمي صحتي خير لك اش عملت لك عمي عثمان قول دابا اللي عجبك ما كان حقي ما تفرقش على صحبة الحراس كان من حق نعرف بلي قدام قدام النحس وكل من تبع عثمان الاخير ياك ما ندمتي على صحبتك لينا ندمت وتعداني الندم اش عليك تولت الله خوفي عليك يا عمي عثمان خوفي عليك لا تبقى تابع من تقوبك البلوس حتى يزهق لك شحال عشقي فيك يا الدرهم الدرهم يا روح راحت يا ملك الدات شايقة حتى دابا ما تمشي غير ما صبرتي بمقصود تعاونا غير بالصبر حتى لينا تصبر حتى نطيرو عويشة تبارك الله على بنتك عندي راسك ولا طبيب كل ما بجدنا عملنا مع هاد الحراس ما نطينا منه لا قليل ولا كثير بالحق كل ما لعبات اللي معنا بقرون الجبال كتخلصوا بدار الكبار وانا عاطيكم عارف الله بنتي غير مرزيته بعويشه رغم الشطاره ها محمود حاسك كتقطع القلب من قاسو هو مرتاح هو صعيب كيريب الشباب هكذا يكون الحب والا فلا ومازال زيد فيها محمود راك محاسب هو الحراس قصتك قصه لو كان حكيت قصيتي صند الجلمود يذوب تنزرع فيه رطوبه لو كان حكيت قصيتي شامخ الجبال يريب لو كان حكيت قصيتي البحر مغول فراتنو ومواجه مزروبة تسكن في ساق صوتو وترجع بالترطيب لو كان حكيت قصيتي الرفض مزخرف بجدولو ودواحو مخصوبة تسقط وراق وصنو تربتو تفر بالتجديب واش تقطعوا عليا من هذا السلام واش مازال ما فهمتوا شايف اللي راني فهمت وعرفت
هنتقى كتكون فيها يعني كتسناك اسيدي علاش عاوتاني راه هاد الليله اش كاين عاوتاني راه هاد الليله الا تقت بك راه هي اللي كنت انا ما بغيتش نعرف شحال جرى هاد الليله بلاش لا بلاش بلا بلاش هاد الليله راه ناويين يجمعوا عليك ويخطفوا شفر عينك وكان انا راه كان عندي الله يجازيك بخير اختي شاي لا وليدي سطر عجب كاين شي عجب اعجب منك يا عجب العجب انا راه بغيت غير ندير الحاجه انا الله يجازيك بخير طلعت تقي وارع وصابور وكل المحاسن الله كلها تجمعات فيك سير قول لهذوك اللي مخلصين راه طارطرهم وتهغرهم دابا الطارة قلت لك كتحبوا لي ولادو بيا دوبيا شكون مالك شكون غدرك بعثوا لي تكتبوا السر في المزمورة علاش قبضوا الحراج بلا قبضت الورقة ما عند عبد الله وانت العهد فاتح والله ما انا والله ما انا ما كاين حد من غيرك اللي يعمل هذا العمل لا تقبي راه كذاب انت كذاب كذاب لا هاد الورقة قال لي فاتح جبت عليها الصداقة غادي ردها الولا هكا وصافي وانتي لا اش كاين رفتتم الحراز هاد الليلة راه بيطيح الحقد على عويشة وراه عن راسو حس يمسي بلا ما يسيق حتى الخبر يا واش المعمول خذ هاد الرسالة وعمل اللي فيها لا اختي كفاطمة صافي الورقة رديتها المولى على بقى لكم ما تبيعوا فيا والو مستحيل نبيع كرة نحبك يا فاطمة الفؤاد ما نقدرش نغدرك يا فاطمة الأمعاء تزوجي بيا نبين لك الرجولة ضميت نهار العيد عاد الراس انا اللي غادي نتزوج تبارك الله على الغراف العدول ما تشفي غير ما طفعتش انا في الحقيقه كنحبكم بجوج ولكن سيد الحراج ما كلاش نتزوج حتى نتوما كيفاش ما عين الزواج حنا ولينا قدك الحلال في البقاع زانا بغينا نبقاو هكذا باش نبقاو تحتيتي وخدامين معاه انا ما نقدرش ما نقدرش نعيش بلا ما نزيدو نكثر فولاد نسلم عطوني سنبه حرضوش صندوق صندوق صفر واسود عاود كراري سنه الحمد لله وحده محبوب العزيز بعد السلام التام اخبرك بان عدو الله الحراز عازم على ان لا يضيع الوقت ولا لا اسلوب ان لا يضيع الوقت والدليل على ذلك فان قلبي يخبرني بانه ولا لا اسلوب قلبي يخبرني بان هذه بدات سيستدعي قاضي المدينه الحقيقي وعدو لعقد قرانه بي هذه الليله اما انا فاني عازمه كل العزم بان اتحيى لعلي واخويه وانصب له الفخ لما يطلع منه وساعمل ما في وسعي بان افتي على عليه رايي سابتسم في وجهه فاقول له يا الله يا الحراز نهرب جميع ديرني في الصندوق وعزيم لهذ البلاد الى من حيل الشيطان وتعمل ما في وسعي بأن يهرب بي وأنا في صندوق أصفر مزخرف بالأسود يا هل يقول أما أنت يا قرة عيني ويا موجة فؤادي حبيب الضر وكل صندوق خارج منها إلا وأنا فيه أنا بعارك يا محمود خاطري أعتقني راني ما أتحمل أكثر من ما قسيت وفي الختام أودعك بقلمي لا بقلبي يا من دائما بين عيني يا من ساكن أحلامي وفياقي عويشة سيري عويشة مسكينة من كثرة الحب ولات غير كترجع في العربية معذورة يا عبد الله معذورة على اللي عايش مع وحش يقدر يعبر الله يكون في العون هذا هذا صندوق سود مزخرف مزرقاس مرواق من الاصفر مشيتي بدقتك على قلبك الحراج حلاش عبد الله طاحت عليا فكرة جهنم ويلي قولها يلا معايا مصغر مي بدز الصندوق يلا بديتي يا عويشة يلا يضرب الريح شي شويه جي راني هو مزيان داكشي ديال الطباخ ما بدي تعرف معك ما هذيك البنيته واش ضيفك واش تاب القديم مخبي هكذا في الدار بنيته عاودتها بحال ما خصهاش تبقى ديما عاجبه غادي تعشي ازركم وليدتي اللي قالت زيدي فيها الخير ازرك الثاني ديال مرزوق انا ماشي شغلي سيرو وليدتي سيرو له لسوق الجلابة ديو لي هاد الحوايج هادو يتجبدو ومع من خليو عويشة غير تسير وانا راني معاها ما نمشيوش لسوق الجلابة هذاك عدو الله يا عبد الله غادي يعمرنا راسنا خليو وليداتي كل واحد يخاف عليه غير خليو سير وقتاش رجعوا بشوية عليكم ديما خدامين نهار وليل بشوية عليكم هاني نايم على لا عويشة غير خذوا راحتكم وتفججوا حتى انتم راه شفت اللون ديالكم بدا فيه الاصفرار العجب العجب ها؟ يا من هو فين اجرافي تايه بكي شكيه من مشروح بحالي وقت ما شاف الزين ورقته تصفر وتبان حتى بالك ليا
يا خويا وصغار عندي شاين جرالي عندي خنار غرامها ساكن لي الحاج هذي مدة ورغيم ساكن قلبي بدون بدون سلام هذي مدة ورغيم ساكن عايشة تتحبي فاطمة بحال عيني فاطمة تتحبي عايشة بحال عينيا هاوي لا تبذوش اش حطرت الحباس هذه مدة والريم سك فاطمة واش تحبيني انا بحال بحال اش تقولي يا بنتي حشمتي يا سيدي ماشي عيب بنتي ماشي عيب الله يرجع بنتي واش تحبي عبد الله عبد الله والله سيدي فارق بلا حلف لا حلف بنتي الحب راه مزيان الحب راه عز الله ما فيها باس عبد الله راه وليد الناس بقي راه وليد تقي وصبور وطاهر وارع وواعر وواعر بزاف ما فيها باس بنتي سيري سيري لسوق الصفات وسوق وسوق الحيك راه ديما تكي تما سيري حال الوصال اش تحضرات الحبه ما مشي حتى تقول عليا لا لا غير سيري فاطمة من قلبي ما خلاني نمشي غير سيري ما تخافيش وإلا لقيتيهم سلمي عليهم واش نحضرات الحراس كاين الراس في الراس واش فرحانة؟ إذا كنت أنت فرحان حتى أنا فرحانة من بلاد بعيدة بلاد طايرة من البحار فيها جزور فيها الفلاحة زهرة وتجارة فلحة فيها الطبيعة خلافة فيها الزين فيها الجمال فيها الألخان الخيرات والنعم من هذيك البلاد أصلي حيت بلاد كلها خيرات أش خرجك منها؟ خرجت نقلب على ما هو أجمل وأجمل ونهار طحت عيني فيه عملت كل ما في المستطاع باش نكسبه في الأخير فهمت بلي الإنسان اللي كلا حقه في الدنيا لازمه يخلي المحل لواحد آخر اللي هو أصغر منه أش دار لك يا بنيتي؟ أنت تعرف سيدي أعوشة راني مستعد نخلي كل ما عندي في هذه البلاد ونرجع لبلادي اش دهر لك عافاك سيدي غير تضربني على الضل ان بعد الضل اثم يا بنيتي ان بعد الضل اثم انا بغيت نتخلى على كل ما عندي في هذه البلاد بغيت نخلي الدار بغيت نخلي الخيرات بغيت نخلي فلوسي بغيت نخلي متاعي كله ونخليك اش دهر لك علاه اللي بغى يتخلي على نتاعو كيصيف جلال ويتجبدو مش كده عويشة انا راني غادي نخليك غادي نخليك المحمود كل ما بغيت هو نعرف واش محمود بغى يعيشك في الهناء والسرور اش من هناء واش من سرور نهار ما تبعونا في عداد عمي عثمان تطمع بعلي انت شك فيا محمود خفيف منطق عندك الحق بنيتي انا شكيت فيك بزاف كثير كنت نغير على الطير الى قرب ليك كنت نغير على كل حاجه قربت لك شتي هذيك المشة مسكينة اللي كنت قلبت نهار لقيتها مش فوق جبتها كل نهار كنت توقف عند وجهي وتتخبشني وتنصبح كل نهار كل عمر فوق موشة ندمت فما عذاب انا اليوم كبرت وصرفت عقلي بغيت نعيش في الهنا ويمكن لك تساعدني انا تحت السمع والطاعة اللي بغيتي نعملو غير قولي انا فعاك لا تخليني اديني معاك وباش الحراس تيحلم انت يا بنيتي تقصدك تضحكي عليا عاوتاني مره اخرى هداني ها البرا اللي صيفط لي محمود البرا اللي صيفط لك محمود خطو هذا الكفر بالله عويشه الدرويشه انني اليوم بمعونتي 135 من صحابي الله 135 وسبعة ديال الناس من المرسى ويلي و18 ديال الدنيا و33 دري صغار هزي الحجر ويلي والله ولو نكون غدا ولو نكون قاتل ولو نكون ضارب ولو نكون تنقش في القطط ما يديروش فيا بنيتي انني بمعونتي هاد الناس كلهم
بمعونة هاد الناس كلهم سهجوا هاد القصر الحراز اللي خديت منه رغم عزوج. حاول 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 هاد الشيء اللي جعلني الحين منك. أمرين اللي بغيتيني نعملو يا عويشة اللي بغيتيني نعملو صندوق. لكون جبرت صندوق كنت تخلى على الخيرات ديالي كلها. أعطيوني صندوق لكون كان عندي صندوق نهار بيت نخلي كل شيء. صندوق أعطيوني صندوق بغيت صندوق. فإلى هو الصندوق ها هو جابوا الله. دخلي دخلي وما تحركي شيء منه غادي نهار بيت. سيدي سيدي هاي حتى واحد في السوق ما قبل يجبد ليك الجلابه كله. قالوا لنا الحراس هذا والله غادي نقاطعو كلهم ضدي. قالوا لنا انت مفرق القلوب انت. زدتوني يا وليداتي الله يزدتكم. فاتح واش نسلكوه؟ شوف انت البلاد كلها متوقع عليك. محال محال تفلت. عاونوني زدتوني غيتوني عتقوني. عاونوني يا وليداتي لا تخليوني شي في هذا الكفر بالله. عاونوني لا تخليوني شي وليدي عتقوني. لا تخليوني شي الله يخليني. عاونوني يا وليداتي عاونوني. واش نسيتو الطعام اللي تشاركنا؟ كان حرج وسيتي العسل في البرد. الله معاونو الله اكبر يا الله. انا اش غادي نعاونو؟ غير في هذا الصندوق ديو وصلوه ليا للمرسى ونخلي لكم الدار. هاد الدار كلها ها هي ديالكم من اليوم. يا شيخ بشويه بشويه وليداتي هذاك الصندوق راني داير فيه دلال الخيرات وداير فيه شي مريشه وداير فيه يقول عبد الواحد بن عشرين. لا تقلقلوه ليا. شوفوا وصلوا بيا للمرسى كاين واحد الباخره غاديه لبلاد السند وبلاد الهند بحال في الخرافه. درت بحال غادي نمشي غير للخرافه باش ما يعرفونيش في وسط واحد الباخره عامره بمطيشه. بشويه على هذا لا تقلقلوا ليا الحروف. هاني خاطر عليكم. الله الله ظهر الفرج بان الانفجار. هاد البلاد دخلت عليا بالخير انما فرج الله قريب. الصندوق منين جاكم هذا الصندوق هذا؟ منين جاكم هذا؟ فات مرزوقة بلا ولا عقل غادي يخرج. منين جاكم فين صندوقي؟ فين صندوقي؟ فات مرزوق حط مرزوق. انتم هنايا قربوا مني قرب. فين صندوقي؟ فين صندوقي؟ عويشة عويشة شكون انت؟ انا صاحب دعوتك عثمان. عثمان عطيتك من الدير ومن المال مدريد. اعتقني عاوني عاوني نزيدك اللي بغيتي عاوني غير نفك منو. اسمع الحراس هاد الصناد كلها كتشاف. الى جا لقيتي الصندوق اللي فيه عويشة خذها انا كنتخلى لك عليها. قول واحد كما بي الله شيت. هاد الناس كلهم شهود عليا. اسمع يا ناس الا مشى الحراس حتى لقى الصندوق اللي فيه عوشه ياخذها ولا ما لقاهاش راه هي ديالي. عويشه عويشه عويشتي عويشتي قلت لي نمشي وجميع فينك؟ عويشة عويشة عبد الله عبد الله عبد الله فين هي عويشة عويشة هي أولي فاطمة ولات فاطمة الغدر هذا كانت ساكنة معايا وما عرفتها وشايفة فين هي. ها هي الحراس. بالله عليكم يا هاد الناس كان مرغزال بكم هجرني ولا حن مني حرق البلاد ما كنت هاي في هواه. قبلت من كل عبد نشرت الحماك على طول زماني. كان ذنبي هو حبي وهيامي. كان ذنبي هو إخلاصي ليه. كان ذنبي هو تعلقي به وأنا قبلت نفضل حد في الناس عليه. استغفر الله استمام
أشهدنا حراك ولا عرفنا حراك ولا نحملوهم سباب غير فراجة وسجية جول معنا وصول أفهم رماز وجمع شغول دراز هذه قصة مسرحية جامعة من الأدب الشعبي مع الحجيبة العقول تبي حقيق منظوف سرك ذهبي من تأليف عبد السلام الشطايبي. وملابيس هذا الحلال الباهية كانت الأخت ماريا والمناظير شعدوا من طرف صديق عبدو والإخراج كان يا صديقي للطايف صديقي صاحبي سايب زمان في الإخراج الواد المحول الثماني